السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سمر ورد وزعفران مع خديجة. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو مع بعضياتنا البسطيلة باللحم تحت طلب واحد صديقة ديالي عندها ضيافة وقالت لي بغيت ندير لهم شي حاجة جديدة. فالجديد اللي ما كياكلوش الناس دابيتود دائما في العرضات هو البساطيل ديال اللحم، ما كيتحطوش بزاف، كيتحطوا الحوت، كيتحطوا الدجاج، كيحطوا تيتحط الحوت بالانواع ديالو، الدجاج بالانواع ديالو ميكس، ولكن اللحم وتكون مالحة قلال ونادرا فين كتلقاها في شي عرس ولا في شي مناسبه ولا في شي ضيافه. الوغ البسطيله ديالنا اليوم هي مذاق الشوا، ولكن الجميل في الامر هو انها اللحم ما غاديش يكون فيها مشوي وما غتكون عندنا حتى شي حاجه مشويه، ولكن المذاق ديالها ديال الشوا تماما. بقاو معنا باش تعرفوا الطريقه وتعرفوا السر ديال هذه البسطيله. في هذه البسطيله هذه تنحتاجوا 2 كيلو ديال اللحم، خذوا شي هبيرات يكونوا رطبين، خذوا فلفل يكون رطب باش يلاه ما ياخذش معكم طيب بزاف ويكون يكونوا طريفات رطبين. كنحتاجوا باش نرقدوا هذا على الاقل خاصو يترقد واحد ليله كامله، ولكن انا بحكم ما عنديش الوقت فتقدروا ترقدوه واحد ساعه حتى لساعتين. الوغ في هذا كنحتاجوا المعلقه ديال القزبر لان درتها قبل، غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الكمون، غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال عطريه ديال المشويات، ماشي معلقه غير النص ديالها، هادشي كامل ترقاد. غادي نحتاجو واحد نص معلقه ديال البزار، وغادي نحتاجو الثومه ديروها طريه الى عندكم، الى ما عندكمش انا ما توفرتش ليا غادي ندير ثومه بودره. وغادي نحتاج واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. انا تنخدم باليديا راهم غاسلهم البنات، الوغ كندخلو هاد العطريه مزيان في اللحم ديالنا، كنديروا ليه واحد السيلوفان وتندخلوه للثلاجه واحد ساعه المكانه، ساعتين ديال المكانه بما شرب العطريه ديالو، ونرجعوا نكملوا البسطيله ديالنا. البنات نسيت ما ذكرتش الملح في المقادير، الملح كله كيدير الملح حسب الذوق ديالو، هنا واحد نص معلقه ديال الملح، وما تكثروهاش بزاف البنات لان باقي المقادير عندنا غادي يكون عندنا معنا الفرماج، والفرماج راه مالح. في هذه البسطيله البنات كنحتاجو 2 كيلو ديال البصله شرائح رقيقه، كنزيدو نشعلو عليها البوطه، العافيه كتكون مهيله، كنزيدو زيت العود واحد شويه، عفوا العافيه تكون مجهده، باردون العافيه مجهده باش هذه البصله طلق لينا، باش هاد البصله تدبان، وما حنا ما محتاجينش طلق لينا الزيت ولا هاد الزيت تحرق ولا شي حاجه، غير دبل البصله غادي نزيد عليها اللحم. البصله راه غادي طيح لينا دابا، غتحتاج شويه ديال الوقت ولكن ماشي كثيره لانه ما عندناش البصله بزاف. هنا درنا البصله ودرنا زيت العود وزدت عليها شويه ديال الملح باش نبننها شويه، اون اتوندون نزيد العطريه، والعطريه اللي غادي نحتاجوها هنا غادي نديرو نفس العطريه اللي درنا في اللحم، ما غاديش نديرو غير الثومه لان الثومه درناها فيه صافي. كتتم المقادير ديال البسطيله، غادي نحتاجو ربعه ديال الفرماج، الفرماج يكون على حسب الذوق ديالكم، بحال دابا انا هنايا دايره فرماج شيدر وديرها ايمونتال وديرها حتى ايدام حتى الفرماج احمر. وكنحتاجو واحد لو بو ديال قزبر المعدنوس، وكنحتاجو الربعه ديال الشعريه الصينيه اللي غادي نرقدو في المطيب وغادي نقطعوها، هانتوما غادي تشوفوا الكماله معنا. كتتم البسطيل في التزيين، غادي نحتاجو لواحد شويه طريفات ديال اللحم خليتهم من 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 اللحم اللي رقدنا، وخديت شويه ديال الفلفله ملونه، هذا راه غادي نشويه، هذا غادي ندخلو للفران يتزين. ها هي البصله ديالنا طاح
طاحت هكا نخليوها باش يلاه تكمل الطياب ديالها مع اللحم. الوغ هنا في هذه المرحله هذه كنعاود نزيد عليها شويه ديال العطريه ديال المشويات، نزيد عليها شويه ديال القزبر، نزيد عليها شويه ديال الكمون، وشويه ديال البزار. ما بغيناش نكثروا العطريه لانه بغينا يبقى عندنا المذاق ديال اللحم وديال الشوى. البنات حنا دابا غادي نزيدو اللحم ديالنا، اش خلاوها المصريين، ايه هي الحلاوه دي. عرفتي البنات وحده مهاوشه اللحم راه باقي ما طاب، يلاه درتو والله العظيم الا طالعه منو هذيك الريحه ديال الكمون تقولي الواحد ياكلو خضر طيس. البنات في هذه المرحله هذه نقصنا البوطه وخليناها على عافيه مهيله، البصيله ديالنا غادي تطلق الماء ديالها الميه ديالها وغادي طيب على عافيه مهيله حتى تخسر مزيان عاد نرجعوا ليها تقريبا واحد ساعه الماء هنا كيطيب. البنات دابا من حطينا درنا الفرماج ودرنا الفيرميسيل ودرنا القزبر والمعدنوس، دابا السر في هاد البسطيله كلها كيكمن في هاد الفخرات اللي كنحطو فيها. دونك كناخدو الفاخر كنحطوه في واحد الجبيبنه ديال الدجاج كنحطوه الوسط، وهاد الفخر هذا تنخوي عليه واحد النقيطه ديال الزيت. كنسدو عليه بالغلاقه ديالو، كنديرو ليه واحد السلوفان وكنخليه واحد 3 سوايع عاد كنرجعو كنمونطيو البسطيله ديالنا. صافي دابا سديناه على المغمات اللي طيبنا فيها البسطيله وغادي نخليوها واحد 3 ديال السوايع ونرجعو ان شاء الله نكملو معكم. الحشوه ديال البسطيله ديالنا جلسات واحد 3 سوايع. غادي ناخدو الورقه ديال البسطيله، انا هادي راه حنت كنجبتها بكري بحكم انني ما كنسكنش قريبه. غادي ناخذو غادي نديرو شويه داخل والجزء الكبير غادي نديروه على برا بلا ما ندهنوها دابا. شنو البنات هادي دائما البنات في البساطل كنديرو الحرشه لداخل والرطبه على برا. هانتوما لاحظوا معايا نقلب على فين غادي ندير، لانه كما كتعرفوا يلاه بدينا القناه فباقي المسائل ديال التصوير المسائل ديال هادي باقي ما كنضبطهاش، ولكن ان شاء الله انا كنوعدكم انني غادي نشاهد في هذه القضيه وغادي نخدم مزيان ان شاء الله باذن الله. دونك حنا شحال درنا، درنا 4 ديال الوراق ديال البسطيله. دائما كنديروا كبير على برا والصغير لداخل. هنا كناخذ وحده غادي نديروها الوسط البنات. هاد الجبانه هادي فيها كاس ديال الزيت شويه ديال بابريكا يعني التحميره وكنزيد معها شويه الملح باش كنبنن الورقه. غادي ندهن شويه هنايا باش تجيني فتيه، وغادي ناخذ دابا 5 ديال الوراق وحدين اخرين غادي ندير كثير لداخل والقليل على برا العكس ديال المره الاولى. صافي حنا درنا هنا
ربعه ديال البسيطلات كما شرحت لكم من قبل. درنا الجانب الكبير لداخل والجانب الصغير على برا، عكس خمسه البساط اللي الخمسه الورق البسطيله اللي درنا المره الاولى. غادي ان شاء الله نفرقوا الحشوه ديالنا بسم الله. وغنقول لكم ما كيقولوا المصريين، يا حلاوته يا حلاوته يا حلاوتها. فرقوا اللحم مزيان باش كلشي ياكل. والبنات انا راه عزيز عليا الهمه، كنبغي الواحد الا ضيفتيه ياكل حاجه مبرعه، ولا عطيتي الكليان ديالك عطيهم شي حاجه دو كاليتي، وعطيهم شي حاجه اللي غادي تحمر ليهم وجههم سواء في العراس سواء في المناسبات. المهم ما تبخلوش، ما تبخلوش على ريوسكم، راه الدنيا فايته. دابا البنات غادي ناخذوا الزويته ديالنا ندوزوها مزيان على هنايا، ونبداو. راه ساهلة الطيه البنات، شوفي البنات راه حتى شي حاجه ما صعيبه، راه كلشي ساهل، كلشي كلشي ساهل، خاص غير العزيمه والواحد يطيب هو. زعمو نتوما طيبو نتوما حتى شي حاجه ما كتغلب. صافي دابا تناخدو اللي خليناه على برا، حتى هو تنجيبوه بنفس الطريقه البنات. ها هو القدام دائما ندهنو باش ما نخليو فيه حتى شي حاجه. ونسيت ما قلتش لكم البنات، هو ان هاد الصينيه راه انا غلفتها بورق المطبخ ورق الزبده، كندير شويه الزيت فوق الصينيه وتنغلفها بورق الزبده باش تجيكم سهله باش ما تبقاوش. وشوفوا البنات هادي راه ما كتجيش مهجنه، ما واخا تشوفوا فيها الورقه هكذا، هاد الطيه هادي احسن من هذيك لمط. حيت كيما قلت لكم الورقه عندي راه بيته وماشي ديال البخار. البنات درت واحد التقيبه هنايا، هاد التقيبه علاش كنديرها؟ كنخشي فيها هادشي باش كتبقى شاده. انا هادي بغينا غير مازال غادي نزينها، دونك كتافيت غير بهاد التزيين البسيط. وان شاء الله راه كاين مجموعه ديال طرق مختلفه باش نقادو البساطل. غادي ان شاء الله الا بقينا حيين بحول الله ندرجوها في القناه ديالنا. كما لاحظتوا البنات البسطيله ديالنا ما درنا فيها ني بيض ني غيان، درنا غير هذيك زويته. ودابا ان شاء الله غادي ندخلوها الفران. بالنسبه للطياب كله والفرن ديالها، اللي عندها الفران غازي تشعل عليه الفوق والتحت وديرها حتى كيسخن مزيان، كتدخلها هي وكتنقص العافيه على عافيه مهيله، طيبوها باش تجيكم مقرمشه وطيب على خاطرها ويجو يجي اللون موحد عادي. واللي حدا شي فران ديال الزنقه غير سديها ليه، راه الفران الزنقه كيطيب على الفحم والطياب ديالو صحي. واللي عندها الفرن الكهربائي شعل الفوق والتحت على 200 درجه، تخليه البسطيله ديالها تنقص البوطه وتخليه سواء الا كانت زربانه طيب الفوق والتحت على 150 160، والا كانت عندها الوقت الكافي طيبها لتحت بوحدها حتى كتحمر وعاد طيب ليها الفوق باش هذه ما تحرقش ليها. ها هي البسطيله ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، خليتها تحمرات شويه حيت كنبغيها تكون كروسيونت بزاف. المهم انا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوها كيفاش جات. البنات هاهي البسطيله ديالنا، طاحت منا واحد الطريف ديال اللحم. البنات هاهي البسطيله ديالنا كما كتشوفوها بالمذاق ديال الفيمي اللحم المدخن المشوي، كتعطي واحد المذاق رائع. جربوها ما غاديش ندموا عليها. يوم اليوم جربناها ودرناها غدا لوليداتي، وبالصحة والراحة البنات. كانت هذه هي الوصفة ديالنا لهذا اليوم، نتمنى انها تنال الرضا ديالكم.
ونال إعجابكم، وتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. خليتكم في أمان الله، ما تنساوش تدعموني بجيم أو كومنتار في الآراء ديالكم كتهمني. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، مع السلامة.